بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نحضر المحاضرات الهيدرولية اليوم، أو المحاضرات اللي فاتت بلشنا في إدخال البيانات للبرنامج عشان نقدر نعمل التحليل الهيدروليكي. يعني كانت المرحلة اللي فاتت هي إدخال البيانات للبرنامج، دخلنا الإليفيشن تبعت الجنكشن، ودخلنا الكونسمبشن على كل جنكشن او قديش الديماند من كل جنكشن. لقيتها بدنا نصمم او بدنا ندخل البيانات تبعت الخزان للشبكه تبعنا. هلقيت الخزان احنا ايش راح نستفيد منه؟ راح نستفيد منه انه الكونسمبشن او الديماند اللي موجود عندي في المدينه او المدينه اللي بداخله مش ثابت. يعني الساعة 12 بالليل مش زي الساعة 1 الظهر، الساعة 12 بالليل الساعة 1 الظهر أكثر، فإحنا بنروح نجيب مضخة بكيو ثابت وبنحطه من دخول المدينة، فبصير اللي بزيد من هاي المضخة يروح على الخزان، وقت ما يكون المضخة ما بتكفيش المدينة بصير ناخذ من الخزان، تمام؟ يوميا طبعا. هاي الفكره. فالخزانات في منها نوعين، خزانات بتيجي ارضيه على وجه الارض، في خزانات بتيجي علويه بترتفع يعني او الفيتد، فبترتفع ارتفاع معين عشان تلبي لي الهبه اللي انا بدي اياها. تمام؟ هاي الخزانه الشكل ترتفع ارتفاع. فالفكره انه انا لما بستخدم الخزانات الارضيه لما بكون عندي منطقه عاليه في المدينه، منطقه عاليه على المدينة. يعني عندي نقطه عاليه في المدينه او عندي مثلا زي جبل او شيء زي هيك، يعني منطقه عاليه في المدينه بتوفر لي الهيد اللي يقدر يوصل للهاي واي، اللي يقدر يوصل لباقي المدينه. فاهمين علي؟ طيب لو ما كانش عندي هذا الشيء بضطر انه ارفع الخزان تبعي. طيب وين بحط الخزان في المدينه؟ في اعلى منطقه. اذا كان خزان ارضي بتحطه في اعلى منطقه في المدينه 100%. طيب اذا كان خزان خزان اللي هو بترفع او علوي بتحطه الافضل انه ينحط في نص المدينه. ليش؟ لقيت لو انا حط الخزان مثلا عندي في النقطه هاي، لو حطها في النقطة هاي تصير المية تمشي من هنا قريب عليها أو لهنا قريب عليها أو لهنا قريب عليها وبرضه لهنا قريب عليها وبرضه البامب ذات نفسها قريب عليها. ولكن لو أنا حط الخزان هنا زي ما احنا حاطينه بنلاقي إنه عشان تصل النقطة هاي المية شايف قديش بدها تمشي؟ فهمتوا علي وين الفكرة؟ تمام. عشان تكون في القطعة الكعب جاي تصل الوقت هذا لا ما تكون قاعدة لا ما انت المفروض تعمل حسابك في التحليل الهيدروليكي تبعك. وعليكم السلام. فهي الشغله اللي نحكي عنها. تمام، عرفنا ليش بنستخدم الخزان وعرفنا وين بدنا نحطه. فلو كان الخزان علوي وكان له مكان في نص المدينه، يعني له ارض فاضيه نحطه في نص المدينه، فبنحطه في نص المدينه. بس المدينه تبعتنا هنا ما فيش ارض فاضيه في نص المدينه، هنحطه على طرف المدينه. قال لك لو بدك تحطه على طرف المدينه حطه في مثلا هي الطرف المدينه بنحطه في نص الطرف. فاهمين كيف علي؟ ليش في نص الطرف؟ عشان يكون اقرب ما يمكن على النقاط. اما لو كان على الطرف بتصير هي النقطه بعيده كثير عليه. تمام؟ بس احنا خلاص صرنا حاطينها هون، او انت حطه ما يعني اي واحد عنده الحريه يحط التانك وما بده في المدينه. خلصنا من هنا. تمام؟ طب هلقيتها بدنا نصم او بدنا نعرف قديش حجم التانك اللي بده يبقى عندنا. نعرف قديش حجم التانك. طب احنا حكينا انه التانك بدنا نستخدمه عشان ايش؟ عشان ياخذ الميه الزياده ويرجع لي اياها وقت ما احتاجها، صح؟ طب لقيت ايش بدي اعمل عشان اقدر احسب هذا الكلام؟ بدي اعرف قديش المدينه بتستهلك كل ساعتين، كل المدينه قديش بتستهلك في كل ساعتين. هي اول حاجه. الحاجة الثانية بتعرف قديش؟ بتسلك الشحن. قديش ايش؟ بتسلك الشحن.
لا انا ما بنزلنيش، احنا قاعدين نشتغل لاعلى يوم، احنا اوريدي شغالين على اعلى يوم، مش احنا قلنا اعلى يوم وكل ساعتين الاي بي اس تمام. طيب حقيقة بتعرف قديش انت قديش برضو المضخة بدها تضخ مية وفي اي فترة، فكان عشان اعرف قديش المدينة كلها بتستهلك مية بدي اروح اشوف قديش كل المدينة بتستهلك من كل نوع، يعني ال 12 جنكشن قديش في عليهم استهلاك في ال 24 ساعة، وقديش للنوع الدومستيك ولنوع السكول ولنوع الموسك ولنوع الهوسبيتال والى اخره. فبنيجي بنقول هي عندي 12 جنكشن وهذا الافرج الاستهلاك لكل جنكشن، بروح بنجمعهم كلهم وبقول اذا المدينه تبعتي بتستهلك هالقد لتر لكل ساعتين كل المدينه، لان جمعت 12 جنكشن اوريدي المدينه مش هتاخد ميه من الا من الجنكشن صح؟ خلصنا هاي الشغله. بعد السكول ديماند نفس القصة، يعني هذا عبارة عن السميشن ليش؟ لهذا كله، وهنا السميشن لهذا كله وإلى آخره بنجمعهم كلهم. بعدين بروح بنجيب الأرقام اللي طلعت عندي هنا، هاي الرقم الأول تبع الدومستيك، أخذنا هذا الرقم نسخناه وحطناه هنا ونزلناه على كل الخلايا، ونفس الإشي السكول والموسك والكوميرشال والأجريكلتشر والأدمنستريتر. طب بعدين نروح بنجيب قديش قيمة الباترن فاليو اللي في الجدول اللي وريتكم اياه، هاي قيمة الباترن فاليو لكل نوع من انواع الاستهلاك. جبنا قديش قيمة الباترن فاليو، نجي بننسخها بنحطها هنا بننسخها. طب ليش جبنا قيمة الباترن فاليو؟ عشان نضرب الافرج دومستيك اللي احنا حكينا عنه قبل شوية هذا، او الافرج ديماند، وبنضربه في الباترن فاليو حسب النوع بيعطيني قديش الاستهلاك في هاي الساعتين. فاهمين؟ بيعطيني قديش الاستهلاك في هاي الساعتين لكل نوع من الانواع. في الاخر بروح بجمعه فبعرف كل المدينه قديش بتستهلك في الساعتين، اذا كانت المدرسه شغاله هلقيتها، واذا كان المبنى الاداري شغال، واذا كان كوميرشال شغال. فبروح بجمع اليوم كل واحد كل واحد قديش الكيو تبعتها في الباترن فاليو، الكيو في الباترن فاليو. فبنيجي هذا عباره عن ايش؟ عباره عن هذا ضرب هذا اللي هو الديماند بيز ديماند ضرب الباترن فاليو، زائد هذا ضرب هذا، زائد هذا ضرب هذا، زائد هذا، والى اخره. هيك بيعطيني قديش التوتال ديماند للمدينه كلها في الساعتين هذول. هذا الكلام بينطبق على اللي تحت، بنسحب هاي الخليه وبننزلها. طب خلصنا هاي الشغله، لقيت عرفنا قديش المدينه كلها بتستهلك. هي بدنا نجي لهذا الجدول، هذا الجدول عباره عن ايش؟ عباره عن التوتال ديماند. هذا العمود هو نفسه اللي كان عندنا فوق. يعني هذا نروح نقول هاي بتساوي ايش؟ تساوي هاي اللي عندي هنا، وبسحبها وبسحب لتحت بجيب لي اياهم كلهم. طيب هل صرنا عارفين المدينه كلها بتستهلك؟ بالعاده الخزان عم يشتغلش 24 ساعة، أو سوري التانك ما بيشتغلش 24 ساعة، يشتغل 8 فترات أو بنوقف، يعني بنوقفه في الفترات اللي بيكون فيها الاستهلاك كبير وبنركن عدى. فاهمين كيف علي؟ الفترات اللي بكون استهلاك فيها كبير وبنركن على الثاني، بالمقابل بنشغله في الفترات اللي بكون فيها استهلاك كبير. لانه لو انا طفيته في الفترات اللي فيها استهلاك كبير حيصير بده تانك كبير عشان يلبي عند النهار. لو حكينا قديش عدد الفترات اللي بنشغل فيها المضخه، هذا الامر بيعتمد على المسار اللي معه، الفتره التشغيليه او التكلفه التشغيليه والتكلفه الدائمه. اذا كان معك مسار كثير جيب تانك، جيب بامب يشتغل بس ساعتين ويلبي لك اللي بدها اياه المدينه، وجيب تانك كبير وخزن في المي ويصير نزل من التانك. بالمقابل بدفع مسار كثير، ولكن لما بتجيب تانك لما بتجيب بامب اصغر يكفيك مثلا لثمان فترات اللي هي 16 ساعه، يعطيك المي خلال 16 ساعه، وش بس تودي التانك وتاخذ التانك، يكون التانك حجمه اقل بنفس الوقت بامب اصغر صح؟ طب احنا ايش حنعمل؟
اروح اجيب قديش التوتال ديماند لكل مدينه في كل الساعات، يعني خلال اليوم خلال العام قديش كان الديماند؟ 3,250,000 تمام؟ لتر لكل دير، لانه هذا لكل يوم، لانه 12 فتره. جبنا هذا الرقم، ورحنا بنقول نشغل الداتا كم فتره؟ 8 فترات. ورحنا بنقول هذا الاصفار طبعا ما يصفر، ورحنا بنقول هذا الرقم تقسيم 8 بيعطيني قديش الكيو اللي المفروض الثاني اللي المفروض البنك يوفر. صح؟ 100 300 على عدد الفترات يعطيني قديش اللي المفروض البنك يوفر. وصلت؟ تشغل في فترتين على اثنين، تمام؟ فالمفروض هو في الساعتين قديش يعطيني؟ كل استهلاك على لتر لكل طوال، تمام؟ 100% لا خليتش نروح بنعمل نشوف قديش المية قديش الكام بيجي مية قديش بياخذ مية قديش بيجي مية قديش بياخذ مية قديش تاني بيجي مية خلينا نزيد. بنيجي بنقول هنا بنقول له ده لتر، فهذا إذا كان هذا ناقص هذا أكبر من صفر معناته إنه التانك بيعطيني مية أكثر ما أنا بدي. تمام؟ معناته التانك بيعطيني مية، البامب بيعطيني مية أكثر ما أنا بدي. وفي هاي الحالة حودي مية للتانك موجب، صح؟ إذا العكس بياخذ مية من التانك. أنا إيش بدي أقول له؟ إذا كان البامب ناقص الدمان موجب، فإذا ودني إياها على إيش؟ على هذا العدد، حتى قديش بتجي. إذا كان سالب بدنا نروح. صح؟ كيف نعملها هاي؟ نيجي نقول له هنا إف بي يساوي إف إذا كان هذا اللي هو البامبنج ريت ناقص هذا أكبر من صفر، إيش تعطيني؟ أعطيني قيمة البامبنج ريت ناقص هذا، صح؟ هات لي قديش الفرق بينهم. طب وإذا لا حطها صفر لأنه ما فيش شيء بروح على التانك معناه. نضغط إنتر وبنمسك هاي وبنسحبها لتانك 100%. طيب حاجة تانية بنيجي هنا بنقول له العكس، إذا كان هذا ناقص هذا أصغر من صفر فخذ لي القيمة زي ما هي حتطلع عندي بالسالب اوريدي، وإذا كان لا فهي صفر. نفس الكلام ونفس القصة، تمام؟ طيب بعدين بروح بجمع مجموع هذا ومجموع هذا، المفروض هذا يساوي هذا، ليش؟ لا المفروض هذا بيساوي، صح؟ ليش؟ لانه اللي انا بدي اللي انا وديته للتانك بتاخده من التانك، ما في الميه التانك مش هيجي ميه الا مني، الا انا لو اعطيته اياها ومش هاخذ منه ميه اكثر من الموجوده فيه، فاوريدي لازم يتساوي، صح؟ طب هيك بنكون حسبناه. طب بعدين هيك بنكون عرفنا قديش حجم التانك. انا جيت في الملزمه تبعتكم حكي لكم انه حجم التانك بيساوي هذه القيمه اللي هي مجموع اللي انا بوديه للتانك او مجموع اللي انا باخده للتانك. هذا الكلام صحيح بحاله واحده. ايش الحاله هاي؟ صحيح بحاله واحده، اذا كان اذا كنت انت بتعبي التانك في فترات ورا بعض وبتاخذ منه في فترات ورا بعض. يعني انت بتعبي التانك من الساعه 12 الظهر مثلا للساعه 10 في الليل ورا بعض، وبتاخذ من التانك في فترات ورا بعض من الساعة 10 من الساعة 12 في الليل مثلا والى اخره، يعني فترة. فهي الحالة تكون
كل انت بتعبي التانك اوريدي لازم التانك يبقى عنده كميه استيعاب بحيث انه عند اخر فتره انت تودي له ميه يقدر يستوعبها صح؟ ولما تيجي تاخذ منه يقدر يعطيك الميه اللي عند اخر فتره انت بتاخذ منه. ولكن هنا الكلام هذا مش صحيح. ليش؟ لانه التانك هنا بعبي عوادت اخذت منه صح؟ بعدين عوادت عبيته، انا عوادت اخذت منه. فالتانك حيطلع حجمه الفعلي او الحجم اللي بيحتاجه اقل من هذا اللي احنا حناخده. تمام؟ هذا كلام حتاخذوه في الهيدرولوجي، احنا هلقيته مش حنحسبه. بس بحكي لكم يعني عشان تبقوا ايش؟ يعني عارفين الصح. حتاخذوه في الهيدرولوجي. مش موضوعنا عشان الوقت. حتاخذوه في الهيدرولوجي. ايوه حناخذه زي هيك. حتاخذوه في الهيدرولوجي كيف بنحسب بالضبط. 100%. طيب في شابتر 5 ان شاء الله في الهيدرولوجي بناخده. خلصنا من هذا. بعدين قال لك في التانك لازم يكون عندي مينيمم فوليوم او مينيمم اليفيشن للميه موجوده في التانك 24 ساعه على مدار الحياه. ايش هاي الميه؟ قال لك هاي الميه هي عباره عن ميه الطوارئ. ايش ميه الطوارئ؟ مية تبعها اللي بيحتاجها لو صار حريق، والمية اللي بيحتاجها لو صار صيام. الحريق حاجة طارئة، لو كان في عندك عضل في الشبكة ايش حتستنعب ما تعمل الشبكة عشان تروح تعالج الحريق اللي عندك صح؟ فلازم يكون عندك مية احتياط هنا. هاي الحاجة. الحاجة الثانية لو كان عندك خلل في الصيانة تقدر تعالج. تمام؟ يعني مثلا لو البامب تبعك خلل ايش بتعمل؟ انه عادي يعني لو البمب خرب وقف المي وقطعها يومين ثلاثة بس يعني في الدول الصح يعني شيل البمب فبتدفع عن الشبكة بشغل التانك شغل التانك وبرتب البمب بعدين شغل برجع تمام؟ خلصنا هذا الكلام خلصنا. فهنا هذا اسمها المينيموم فاليو فوليوم او المينيموم. خلصنا من هاي الشغلة. لقيتها بدنا نحسب قديش هذا الفوليوم لازم تكون. مش احنا حكينا عبارة عن الصيانة والحريق. طيب لقيتها قديش مية الصيانة؟ قال لك مية الصيانة هي عبارة عن 10% من المية اللي بدها تكون موجودة جوا البايبس. 10% من المية او حجم المية اللي تكون جوا البايبس. بدك تحسب قديش حجم البايبس الداخلي وتضرب في بوينت واحد. طب كده نحسب حجم البايبس الداخلي. بدنا نيجي هنا على الفيو فلكسبل تيبل. نضغط هنا على بايب تيبل وبنيجي بننسخ هذول الايش العمودين وبنلصقهم على الاكسل. كترول سي كترول في بنلصقهم هنا. بروح هنا جايبين ايش؟ مجموع البايبس اللي موجود عندنا او مجموع طول البايبس اللي موجود عندنا بالمتر. طبعا هاي اول شغله. طب الشغله الثانيه نجيب قديش الفوليوم لهي البايب عشان نقدر نجيب الفوليوم. جبنا الطول نجيب قديش مساحه المقطع. حنروح نفرض ان البايبس اللي عندنا موجوده كلها 6 انش. هذا بيساوي 152.4 متر. فقديش حجم المية؟ 1000 ضرب على 4 3.15. طيب هذول نفس الجسم احنا فرضناهم انه احنا لسه مش عارفين قديش اقطار البايب اللي عندنا. ليش مش عارفين؟ احنا لسه ما صممناش، ما عملناش تحليل هيدروليكي، لسه بندخل بيانات. احنا لازم نفرض عشان نقدر نصمم. جبنا هاي القيمة بالطبع. قديش هاي القيمة بدها تطلع؟ نيجي هنا بنقول القيمة هاي اللي هي عندنا مجموع الطول اللي حكينا عن السميشن طول الفايبس ضرب 3.14 على 4 هو القطر اللي موجود هنا.
فبعدين بدنا نضرب هذا الرقم اللي هو طلع لنا متر مكعب، لان احنا قاعدين نشتغل ايش وحدات متر، صح؟ بنضربه في بوينت واحد 100%. طيب بعدين هيك بنكون عرفنا قديش الفوليوم تبعت الصيانه. طبعا لقيتها بدنا نجيب قديش الفوليوم تبعت الحريق. في عندكم جدول في الملزمه تبعتكم بقول لك اذا كان عدد السكان لعند 10,000 شخص يكون الفلو اللي بده اياه الحريق 20 لتر لكل ايش؟ ثانية. 20 لتر لكل ثانية. هي كده من هون نجيب عدد السكان؟ الاسايمنت الاول. اللي هو هذا صح؟ طيب جبنا بنحط هنا بنلاقيه عندنا اقل من 10,000 فبناخذ ال 20. اخذنا ال 20 نكتب هنا الفاير فلو يساوي كم؟ 20 لتر لكل سكن. طب هلقيت قديش مدة الحريق اللي عندي؟ إذا أنا بفرض إنه أنا عندي حريق في المدينة بدي أعرف قديش بده ياخذ مية عشان أطفيه. لقيت إن نفرض إنه الحريق اللي عندنا بياخذ 20 لتر في الثانية. طب قديش بيستمر الحريق اللي عندي؟ قال لك في المدن الصغيرة يعني في مدينة زي مدينتنا ساعتين. كل ما كبرت المدينة كل ما كان فترة أو فترة إطفاء الحريق أكبر. ليش؟ لأنه يعني بتصير أصعب عشان تصل للمكان، صح؟ فممكن تصل لست أو 10 ساعات. إحنا عنا عشان مدينة صغيرة خذها كم؟ ساعتين. بنيجي هنا بنقول الفاير فلو لكل ساعتين إيش بتساوي؟ هذا هاي القيمة ضرب 60 ضرب كمان 60 صارت هيك لكل ساعة، ضرب 2 صارت لكل ساعتين 100%. طيب خلصنا من هاي. بعدين قال لك بدك تعرف اكم من فاير اكم من حريق ممكن يصير عندك في الوقت الواحد في المدينه، يعني قديش عدد الحرائق اللي ممكن تصدف عندك في وقت واحد في المدينه نفس الوقت. كيف بدك تعرفه؟ بدك تروح تقول في عندك معادله بتقول عدد الحرائق يساوي شاهد البي على 3. البي هاي ايش؟ البوبيوليشن. بس في الايش؟ في الثالثة. تمام؟ شو البي؟ في الألف. يعني احنا عندنا 9500 هي عندها كم بوبيوليشن الثالثة؟ 9.5. روح بقول شاهد 9.5 على 3. نجي ندخل هاي القيمة هنا. جذر 9.5 على 3 بيعطيني اياها، قديش عدد الحرائق طلعوا؟ طلع حريق واحد تقريبا. لو طلع عندك اكثر من يعني عشان جنب الواحد انا اخذت واحد، لو طلع عندك مثلا 1.5 2 تاخذ 2. تمام؟ نجي هنا نقول المفروض الفوليوم تبع الفاير عدد الحرائق ضرب قديش الفاير بده فلو. تمام؟ فانا عشان عدد الحرائق عندي واحد اوريدي ما ضربتش تقسيم الف عشان يصير بالايش؟ بالمتر المكعب. فصرنا عارفين قديش الفوليوم تبع الحريق. هي صارت الفوليوم تبع الامرجنسي او الطوارئ هو عباره عن ايش؟ الصيانه زائد الحريق اللي هي هاي القيمه. تمام؟ خلصنا. لقيت التوتال فوليوم للتانك اللي عندي قديش؟ عباره عن هذه زائد ولكن هذه بالايش؟ باللتر. نحولها لمتر مكعب وهي بالايش؟ بالمتر المكعب. نجي نقول هذا يساوي ايش؟ يساوي هاي القيمه تقسيم 1000 زائد هذا وهذا وزائد هذا. تمام؟ اكسرنا عارفين قديش الفوليوم للتانك. طيب لقيتها لو فتحنا على الووتر جيمز وضغطنا على التانك اللي عندنا هنا هنلاقي بده عدة أشياء عشان نعرف له إياها. شو هاي الأشياء؟ الإليفيشن مثلا، الإليفيشن لهذا التانك، الإليفيشن لقاعدة التانك. Thank you.
يكون هاي الان اللي عندنا هاي سيبتران هاي فتحنا مع الخريطة تبعتنا هاي الخريطة احنا حاطين التانك وين هاي شايفينه ايوه هنا صح يعني نقول هاي الاليفيشن تبع الارض اللي هنا بعد ما نفرض الارتفاع هذا بنروح بنفحص هيدروليكيا هل بضبط ولا لا بعدها بنصير نزود وننقص حسب لحد ما ايش لحد ما يزبط تمام هل شايفين الفيزيكال اليفيشن هذا اللي احنا بندخله عنده قديش قيمته 30.7 تمام طيب بعدين نطلع هنا نلاقي في عندنا الاليفيشن للبيز والمينيمم اليفيشن والانيشال اليفيشن والماكسيمم اليفيشن طب ايش هذول الاليفيشن للبيز هي الاليفيشن للقاعده الثانيه هذا الدنك بيمكن مثلا بطون او الى اخره صح؟ طيب كده احنا رفعناه 10 متر رفعنا الدنك نفترض انها نص متر فالاليفيشن هنا ايش بتساوي؟ 30.7 زائد 10 هذا كم بيساوي؟ 40 تمام؟ هاي اول حاجه المينيمم اليفيشن هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن اقل حاجة ممكن يكون في التانك او لازم يكون في التانك، ايش هو؟ تبع تبع الامرجنس صح؟ لا الامرجنس بدنا نيجي الفوليوم نشوف قديش طلع معنا، مش هاي الفوليوم اللي طلع معنا تبع الامرجنسي؟ طيب لقينا هذا فوليوم احنا بدنا اليفيشن ايش بنعمل؟ نروح نشوف قديش تحت المنطقة تبعت البنك اللي عندنا نفرض انه البنك اللي عندنا دائري والدايمتر تبعه يساوي مثلا 15 متر فرضنا 15 متر يعني كده بنقدر نعرف قديش الاليفيشن اللي عندنا صح؟ قديش الاليفيشن بيطلع او قديش هاي هذا البعد يساوي 148 على واي على 4 15 متر تربيع صح؟ نطلع القيمة هاي نضيف على 41 تطلع على نضيف على 41.2 تطلع لنا الانفيشن فكم تطلع هاي لو حسبناها؟ ثلاثة متر بس. نطلع فين؟ قليل صح؟ خلينا نحط التانك 10 متر. هيك. هذا 43 متر في الساعة. لا هذا طلع تقريبا أقل من متر. نخلي التانك طبعاً 10 متر. صار السيركل تمام
40.2 زائد 1.9 يطلع لنا. فبعدين اروح اجيب الماكسيمم اليفيشن. ايش الماكسيمم اليفيشن؟ واكثر حاجه ممكن تكون في الدائره صح؟ مش معترف قديش هذا بيساوي؟ بيساوي هذا طبعا بالمتر المكعب على 10 تربيع ب 200 قديش قديش هي القيمة؟ ستة بوينت ثمانية. إذا أنا أقول هاي قديش هذا قديش الفار؟ ستة بوينت ثمانية. طب قديش الديفيشن؟ لا انت حر ايش الدنيا تقدر تحط الارتفاع تبع عشان ارتفاع الارتفاع الثاني 100% لو بدك تغير ترجع ايش بتسوي تمام هذا حيبين معنا في الفتره الجايه طيب ايش في كمان ضايل خلصنا من هاك بقيت من انش ندخلهم للووتر جيمز هنا جينا على الووتر جيمز جينا هنا قديش البيز عندنا قديش البيز احكوا لي طيب والمينيمم طيب والماكس والماكسيمم طيب والفيزيكال اليفيشن 30 بوينت طيب ده الحاجة ايش هاي الحاجة الانيشيال اليفيشن طيب ايش الانيشيال اليفيشن الانيشيال اليفيشن هو اول ارتفاع للميه بكون في التانك لما تشغل السيستم تبعها لا هي انت شغله يعني كده انت خلصت المدينه تبعتك 100% وبدك تشغل الميه فيها اول تشغيله يعني هل كده مش احنا هنا لو طلعنا لو هل كده احنا نفترض ان نشغل على الساعه 12 مش هل كده حسب التحليل تبعي المفروض على الساعة 12 يبقى في مية في التانك عشان في مية حتتاخذ من التانك بالكمية هذه اللي هي السميش اللي هذولا مش صح؟ فأنا المفروض أبقى حاطط مية في التانك لهذا الكلام صح؟ فهذا هو الانيشال اليفيشن نجيب قديش الفوليوم هذه ونقسم على مساحة المقطع طلع لنا قديش الانيشال اليفيشن وصلت؟ طيب نروح نقول قديش الانيشال اليفيشن بدنا نقلم جديد عشان يبين اللون الانيشال اليفيشن ايش بساوي؟ نروح نقول هذا رقم قديش طلع عندنا؟ ايوه طبعا هذا الكلام ممكن يكون مش صحيح برضه لو رجعنا لما تاخذ الهيدروليجي بتغير الامور ليش؟ ممكن اوريك ماشي معك انا انه التانك بده التانك بيستهلك هالقد في الثلاث فترات هاي بس ممكن هنا التعبايه اللي بعد فيها التانك تكون اقل من الاستهلاك اللي بيصير هنا فاهمين؟ يعني افترضوا من هنا التانك انه التانك بيتعبى فيه هنا 200,000 كوب او 200 كوب بلس هنا لقينا ان الاستهلاك صار 300 كوب فانا المفروض الانيشال تكون بتكفي برضه تعمل اكثر من 100,000 زياده لهنا وراح نشتغل على ال 3000 كوب هذا كلام يبين معكم في الهيدرو تمام وصلنا لهنا اللي هي 334 ليش بنقول الانيشال هاي تساوي 334 وين راحت القيمة اللي كنا بنشتغل عليها قبل شوية
خلينا نستخدم المعادلة. حط عندي شغلة. طبعا هي محطوطة بالسبع عشان أربعة مين كم؟ اثنين ثمانية اثنين خمسة أربعة أربعة من ثلاثة يعني. هنا بقول الإنيشال قديش؟ أربعة من ثلاثة. طب قديش الإنيفيشن؟ هذا زائد أربعة من ثلاثة صح؟ الإنيفيشن يساوي يساوي 41.2 زائد 4.3 ويساوي 45.5. نجي بندخله على البرنامج. تمام؟ هيك بنكون خلصنا الأشياء المتعلقة بالتال. طبعاً هاي قيم البتر من وين هاي بنجيبها؟ اللي استعملناها المحاضرة اللي فاتت. هاي القيم. ذاكرين؟ تمام؟ طب هلقيت ضايل شغلة واحدة ما حكيتلكوش إياها أول المحاضرة، المفروض كنت حكيتها أول المحاضرة. إيش هاي الشغلة؟ هلقيتها؟ أو يعني هي ما بتفرقش كثير أول أو آخر المحاضرة، يعني في الآخر إحنا قاعدين ندخل بينها، لسه ما فيش إشي، ما فيش خطوات مرتبة. هلقيتها؟ المفروض احنا نعطي البرنامج initial diameter او يعني القطر الابتدائي للبايبس اللي موجودة عشان يبلش من عندهم التحليل. يبلش تحليل بصير يعطيني خلل، بقول لي هذا البايب فيه مشكلة، المفروض السرعة مثلا فيه كبيرة كذا مش عارفة كبره، فبتروح انت ايش بتكبره، فانت بتبدأ باقل قطر وبعدها بتصير تكبر. ليش بدأت باقل قطر؟ عشان اقل تكلفة. فقال لك في المدن تبقى الأقطار من 4 إلى 8 إنش، فإحنا حنشتغل عشان المدينة تبعتنا صغيرة، حنشتغل كل البايبس الموجودة 4 إلا البايب اللي بيوصل للرزرفوار بالمدينة حنعمله 6، والبايب اللي بيوصل التانك بالمدينة. فبنيجي هنا بندخل على التولز على فيو سوري على الفلكسبل تيبل على بايب، بنيجي هنا على الدايمتر نضغط هيك على جروب ايش جروب ايديت، نيجي هنا بقول له حط لي اياهم كلهم كم 4 انش اللي هي 101.6. تمام 4 انش 101.6، تضغط انتر حوالي اياهم كلهم ايش 101.6 ملي. بعدين بنيجي للبايب، البايب اللي بتوصل للريزرفوار بالمدينة هو البايب 1 و21 و22. نجي للبايب 1 ونقول له احنا بدنا اياه قديش. هاي البايب 1 52.4 اللي هي 6 انش، وبنجي هنا للبايب 21 وللبايب 22. تمام؟ طيب وضل عندنا حاجة ثالثة، البايب اللي بيوصل التانك بالايش؟ بالمدينة اللي هو البايب كم؟ 20. نجي للبايب 20 نفس الكلام نحط له 152.4. الحاجة الثالثة إن إحنا بدنا نضيف، أو الحاجة اللي بعدها إن إحنا بدنا نضيف إن إحنا بدنا نعرف البرنامج إنه في عندي هنا تشيك فالف. شايف هنا عند البايب 21، نجي هنا عند البايب 21 هي ونقول له أنا في عندي إيش تشيك فالف. تمام؟ طب ايش الحاجه الاخيره؟ بدنا نعرف ايش الماتيريال وايش الفاكتور تبع معادله هذا النوعين. فالبايب اوريدي حيكون بتعرف في عده شغلات. ايش هي الشغلات؟ طوله، نوع الماده اللي مصنوع منها عشان الرفنس فاكتور، وما هو تبع هذا النوعين بيعتمد على نوع الماده، والديمتر تبعه صح. فاحنا هيك عرفنا كل هاي الاشياء، والطول اوريدي اتعرف عنا لانه جابه من الاوتوكاد حسب الاحداثيات. تمام؟ يعني كده الطول اللي عندنا هنا صحيح. لو احنا ما كناش محولين الوحد زي ما حكيت لكم قبل ما تبدوا رسم اي بايب في المشروع لازم ايش تعمل؟ تحول الوحد صح؟
لو انت ما حولتش بروح هناك برسم بالمتر وهنا بيستقبلهم بالفوت، فبصير عندك مشكلة انك تضطر تحول وتضرب بفاك وتضرب غلب كتير. فهنا طالما احنا محولين الواحد من الاول فكله تمام. نيجي هنا بنقول له ايش نوع الماتيريال اللي بدي استخدمها، بيجي هنا بنقول له ايش هي البي في سي دخلناها. بنيجي هنا الفاكتور تبع هذا الوليه 130، نضغط انتر كله بيجي الفاكتور تبع معادله هذا الوليه اللي كانت معاكم هي. هذا الوليم شابتر واحد صح؟ شابتر يعني الشابتر الاول صح؟ هاي القيمة لهذا الفاكتور. احنا البرنامج بيشتغل على هذا الموديل. شايف هاي. هاي البي في سي شايف. 150 احنا حنشتغل على البي في سي. زي ايش اسمه زي البلاستيك يعني، بس مش بلاستيك تمام. لا احنا ما بنشتغلش براطيش، بنشتغل مواسير. مواسير البيض اذا عمرك شفتهم وهم بمدوا في الشوارع، البيض هاي اللي هي خميله هم هذول تمام. كل شيء مفهوم؟ في حاجه مش مفهومه؟